مساحات الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد أيضا أجواء مستقرة مشمسة على العموم رغم انتشار بعض السحب التي تبقى بدون فعالية خلال ظاهرة نحو المرتفعات، كذلك بمنطقة الثورة والصحراء الوسطى، بينما نسبة رطوبة عالية ستسجل خلال صبيحة الغد مع تشكل الضباب نحو السواحل الغربية. نطلب الحيطة والحذر لكل الإخوة السائقين. الحرارة خلال ليلة اليوم ستكون مرتفعة بالنسبة للعاصمة، تقارب 26 درجة في حدود 23 درجة بوهران، 19 فقط بسكيدة عنابة، 20 درجة بتيزي وزول، لن تتعدى 11 بالجلفة، ترتفع إلى 15 درجة جنوبا ببشار، بإليزي، بتمنراس، 17 بغردية، الأغوار، 19 بكل من أدرار، تميمون، إن صالح، نفس المقياس بالمغير إلى غاية ورقلة، وتقارب 22 درجة بأقصى الجنوب. الحرارة القصوى تبقى دائما مرتفعة وتفوق المعدل الشهري، 34 درجة بالعاصمة وتيزي وزول، 36 درجة بالطرف بعنابة وسكيكدا، نفس المقياس غربا بغليزان، بسعيدة، بعين دفلة كذلك، 33 درجة بوهران، ما بين 25 إلى 27 درجة من البيض نحو باتنا، 29 درجة بشمال الصحراء، 28 درجة بالثورة، 32 درجة بالواحات، لن تتعدى 27 درجة بمرتفعات الهجر وتاسيلي، وتقارب 35 درجة بأقصى الجنوب. البحر نتيجة لارتفاع الضغط الجوي سيبقى جميل على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة على العموم متغيرة الاتجاهات، أحيانا جنوبية تماما بالسواحل الوسطى.